ننتقل إلى ضيفتنا التالية، وكتير أفكار بسيطة وموادها بمتناول الأيدي أو حتى متوفرة بالأسواق بتساعدنا على مشاريع صغيرة ممكن تكون طريق لمشاريع أكبر. الأشغال اليدوية ممكن تكون علامة تجارية أو توقيع خاص لصاحب الفكرة، والحلم ببلش من شغف بالطفولة وأول خطواته زينة بتنور بيوتنا. بهالفقرة رح تكون معنا دينا العقايلة خريجة الهندسة الإلكترونية لا تحكي لنا عن مشروعها الجميل. صباح الخير دينا. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. أول شيء بدي أحكي شكرا كثير لكم على الاستضافة، وتفاجأت فيها الصراحة بس كانت كثير حلوة بصراحة. صفحتك جميلة والأشياء اللي بتقدميها شوي مختلفة عن الصورة النمطية للأشياء اللي منزين فيها بيوتنا، ودائما بالتلفزيون الأردني منحب إحنا نشجع كل الناس اللي عندهم مشاريع صغيرة أو كبيرة على التقدم. خلينا نحكي عن البدايات، انتقلتي من الهندسة إلى مشروع صاحبك منذ الطفولة، احكي لنا أكثر. هلأ أنا أصلا من أنا صغيرة وأنا بحب الألوان، بحب الرسم، عندي شغف لهذه الأمور. بعدين إجت الكورونا، انحجرنا بهالبيوت، زوجي صار يشتري زريعة، طلعت صار عندي زريعة كتير بالبيت، وين بدي أروح فيها؟ بدي أعلقهم. يعني بتذكر ببيتنا بزمان بيت أهلي إنه كانوا خواتي يعملوا التعليقات المكرومة، حبال المكرومة. رحت واشتريت حبال وبلشت أتعلم على اليوتيوب. نعم. بعد ما شفتهم حبيت الحبال كتير، وقلت يعني إشي أنا بحبه بس حابة أعمل فيه إشي فكرة جديدة، إشي فكرة مختلفة. جديدة مش موجودة بالسوق، إشي جديد يعني مختلف يكون عن اللي موجود. بلشت أدور وأطلع وأشوف إيش موجود أفكار على النت وهيك، وبلشت اطلع افكار من عندي وعملت طلع هذا طلعتي بهذا المشروع. طيب خلينا احنا نفرجي المشاهدين قطعه قطعه، لانه القطع مختلفه وجديده وبتناسب كل الاذواق. اليوم احنا بتجهيزاتنا لغرف اطفالنا بنحب ندخل الالوان وبنحب نستخدم زينة يمكن تكون بتناسب حتى أعمارهم وبتجيب هيك طاقة إيجابية. أنا كل قطعة شفتها على الطاولة حسستها صنعت بحب. صنعت بحب، نعم. أدي لقيتي المواد سهل إنها تتوفر دينا؟ هلا الصراحة طابات الصوف هدونا عم بضطر أوصيهم من برا، أنا تعلمت كيف أعملهم. بس أنت زي ما لاحظتي كل قطعة عمالها بتاخد عدد كبير، فصعب يعني رح ياخذ كثير وقت، فعمالي بوصيهم من برا، عمالي بتغلب بموضوع الشيبينج شوي وإشي زي هيك. بس طبعاً الأمور عمالها يعني دائما احنا بنحكي في صعوبات وفي تحديات لكل الافكار ولكل المشاريع اللي بنشتغل عليها. ممكن ناخذ هاي كلوز، بصراحه كثير حلوه، وكانت عم تقولي دينا قبل الهواء انه هاي قطعه جديده وحتى لسه ما صورتها. يس حصريا لكم. هيك الالوان هيك تحسي هي غرفه بنت صغيره نيو بورن. اسم اسم الصفحه لالوباي لاب، هي لالوباي بتحكي عن الاغاني الاطفال. اها اذا لاحظت الكابشنز كلياتها هي عباره عن اغاني اطفال. طيب هاي القطعه كاستمايزد لاف، ممكن تنحط على باب البيت، ممكن تتحط على باب غرفة الأطفال. يعني بصراحة في أفكار ممكن أي حدا بده يطلب فكرة خاصة ببيته أو بمناسبة معينة ممكن دينا تعملي لهم إياهم، صح؟ تمام. هاي الآيس كريم لازم، هاي لازم أحطها على باب غرفتي، أنا من عشاق الآيس كريم. فتخيلوا قدي حلوة بسيطة بس فيها ألوان وفيها روح وبتزين المكان. تمام. طيب دينا قد ايه لقيتي السوشيال ميديا ساعدتك اليوم لتوصلي لاكبر عدد من المتابعين عشان يقدروا كثير هاي الاعمال يعني اليدويه؟ السوشيال ميديا سهلت على الناس، سهلت على الواحد انه يقدر يسوق. طيب خلينا نفرجي الناس هدول بيناسبوا هلا الاعياد المجيده وراس السنه. طبعا دينا كمان قبل شوي كانت عم بتقولي انها رح تحضر اشياء بصراحه ان شاء الله عشان تناسب الكريسماس والنيو يير. ولا انا حابه احكي لك عن هذه، هاي انا عملتها فصلتها تفصيل. اوكي. هلا احنا كلياتنا كاهالي ما بنحبش ندقدق بهالحيطان ونخزقهم، فهاي عباره عن قطعه ودورت على لزق بحيث انها بتقدر تنشال. يس. تنشال وتنحط. ف شايفة ملاحظة إذا كل قطعة في عليها خيط. أه. هذه بتنحط هيك بتتلزق وتتعلق وين ما بدك تقدر تشيليها وتعليقيها. الله عليك يا دينا، شوفوا قدي حلوة عشان ما نخرب الباب، ما نخرب مثلا الحيطة اللي بنلزق عليها. هي عبارة عن حمالة بتناسب أي شكل بدكم إياه، ما بتخرب لكم أشياء البيت. يا
يعني حتى بهاي يعني فكرتي بطريقة مختلفة يعني بصراحة. بنفكر بنفس الطريقة. أيوة هني أفرجكم كيف. هاي بدي أعلق لكم إياها. شوفوا قديه حلوة. طبعا ممكن الواحد هاي حسب الشكل اللي بده اياه يختار كيف الشكل اللي تصممي له اياها. انا هي كانت البدايه لاني كانت بدايتي الكلاود فعملت هدونا وناوي اعمل اشكال يعني اعمل للهارت للقلوب اعمل للسن يعني منغير منشكل. خلينا نحكي للناس قديش جائحه كورونا فجرت مواهب عنا خلتنا نعيد التفكير بأنه الإنسان لازم دائما يطلع من الصورة النمطية من أنه موظف خريج هندسة بدناش نقول طب لأنه الأطباء انطحنوا بوقت كورونا يعني وما زالوا. خلينا نحكي قدي حسيتي أنه عن جد الإنسان المفروض يوسع مدارك عنده. لازم يوسع مدارك يعني فترة كورونا خلت الواحد أنه يعيد ترتيب حياته يعيد أفكاره إنه طيب أنا وقت طويل عمالني بقضيه وأنا قاعد طب أنا يعني لازم أعمل إشي أنتج. مش معقول أنا مثلا كموظف أضلني قاعد بالبيت وما أعمل إشي خليني أعمل إشي وأفكر بإشي جديد. دي فخورة بحالك دينا كثير بصراحة. إحنا كمان فخورين فيكي. هاي الأشياء حلوة قريبة من القلب تناسب كل الأذواق أو زي ما إحنا حكينا إشي مختلف عن الناس معتادة عليه أو عن المستهلك. لزينة بغرف الأطفال لزينة مداخل بيوتنا ممكن الواحد أصلاً يعني يطلع بأي فكرة إنه بدي زين منطقة معينة أو زاوية معينة من أشياء بسيطة وبأفكار كتير جميلة حلوة. حبيت هاي النجمة كلها ألوان كتير بحب التلوين مبدئياً فلفتت انتباهي يعني دينا كثير حلوين بصراحة. شكرا كثير. إيش حابة كمان اليوم تحكي لنا عن مشروعك بما أنك أنت في البدايات؟ يعني هاي البداية وإن شاء الله طريق يعني لسه في أفكار كثيرة وطريقنا طويلة إن شاء الله وإن شاء الله بتشوف شغلات كثير حلوة لقدام. بدي أسألك السؤال الأخير. هلأ حكينا عن هدول الصوف المواد الباقية كلها متوفرة ما بتلاقي غلبة فيها مظبوط؟ هدول خيوط المكرمة موجودة وبألوان بس مثلا في أشياء اللي زي هيك مثلا هذا مش متوفر بجيبه من برا. اوكي تمام. هاي الاشياء اللي مذهبه انت قصدك تجيبيها من برا. حلو انه الواحد كمان يعني يصير يعرف بس بلش تعرفي سوق حبال المكرمه بلش يوسع بالاردن طبعاً. وبلش ينتشر فصارت المحلات تجيب يعني دينا. هاي حسيت فرق من سنه ونص كثير اختلفت الامور. طيب دينا قديه زينتي ببيتك من هاي القطع اللي عم تعمليها؟ عملت تعليقات للزريعة حبيتها وغير شكل طبعا الواحد لازم أول مكان يفتخر فيه بنفسه ويشوف أعماله ويضل يتذكر إنه هو في عنده مسؤولية وفي عنده حلم إنه يكون قدامه في البيت كل أغراضه وكل إنجازاته. وبعدين بدنا ندخل إبراهيم هلأ على الحوار نحكي رأيه بعيني. وبدي أشكر دينا يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. وقدي مرات الفكرة متبلش هيك صغيرة بتكبر مع الوقت وبتصير مشروع على أرض الواقع وبنفتخر دائما ودائما بنحكي للناس بإنه ومن خلال تجربتك وأنا عم بسمع كنت إنه قديه حلو لما تروي قصة هذا النجاح. نعم. أو هذا المشروع. مزبوط. قديه بتكوني فخورة. كثير كثير فخورة في حالي ومبسوطة إنه كيف الناس عمالها بتحب وعماله بنتشر بسرعة يعني صح. أنا بآخر شهر 10 فتحت الأكاونت تبعي يعني آخر شهر 10 هاي السنة عم يس هاي السنة يعني within أقل من 2 month وفي إقبال جدا عالي لأنه في شغف وفي حلم وفي هدف. شكرا لك دينا فعلا فخورين فيك كثير ومبسوطة أني معاكم بالتلفزيون. حبيت دينا كل التوفيق وإن شاء الله يا رب حلمك بكبر وتصلي لأماكن عم تحلمي فيها وعم تسعي إلها كل التوفيق لإلك.